السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوت إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد، نهار جديد، وديما كل جديد. خوت الدراري اللي مخلصين السلعة، الدراري اللي مخلصين السلعة، راني صيفت واحد السلعة الدراري اللي مخلصينها يصيفطوا لي ميساج. راه تبارك الله توما كتير، وكاينين 4 دراري خلصوني في السلعه ديالهم وما عطاونيش لي كوردوني المعلومات ديالهم باش ياخذوا البياسه ديالهم. الا شفتوا هذا الفيديو هذا حاولوا تصيفطوا لي ميساج الخوت. نتوما راكم 4 دراري اللي تالفين ليا. كاين واحد مخلص اير ماكس بليس، وكاين واحد مخلص اير ماكس 90، وكاين واحد مخلص تي ان تيك، كاين واحد مخلص تيك، والاخر مخلص كاسكيت. هاد الناس الخوت راكم عزازين عليا. علاش كتخلصوا الحاجه وما كتبرصوني ما والو حتى لو كان شي؟ الو ما تنساوش باش تصيفطوا لي المعلومات ديالكم الى شفتوا هذا الفيديو. ثاني حاجه خوت نوضح لكم، غنعاود نحلف لكم اقسم بالله علي العظيم ما عندي الواتساب. الناس اللي كيسولوا على الواتساب اقسم بالله ما عندي، يعني اغلبيه الكليون راه كنتعامل معاهم غير بالميسنجر فيسبوك او لا الانستغرام. سمحوا لي طولت عليكم. جيت لكم الاخوت الجديد، اخر ما كاين في الجديد، اير ماكس بليس لايت ريترو سميتها، اير ماكس بليس لايت ريترو. امتى خرجت؟ خرجت اليوم نهار 19 شهر 10 2023. هذه راه اخر ما كاين من بعد الباط. المهم لا دات باش خرجت هو غيطلع لكم هنايا. هذه اخر حاجه خرجت من بعد برشلونه باطا اللي غطلع لكم في الصوره. بياسه زوينه الله يبارك في هذا اللون هذا. جو سي با كيفاش غيطلع لكم مع الكاميرا، راه كيبان بحال الاخضر بحال التيركوا ميلونجي مع الكحل. بياسه زوينه الله يبارك. الثمن ديال هادي راه كيبقى ب 2700 حتى الكازا. طبيعة الحال اللي بغى شي بياسة يخلي لي ميساج في الفيسبوك اللي غيطلع لكم هنا. بياسة مليحة كما عودناكم كنحضروا لكم الأواخر. هما دايرين ليها لابيب هنايا، دايرين ليها لابيب حتى في ليكرون كما كيبان لكم في ليكرون. ها هي كيما تبان لكم في ليكرو هنايا. يلا خرجت، ديري لها الاشهار. بياسه نقيه زوينه شو الخدمه كيفاش دايره. طبيعة الحال راه هاد الفيديو صورته، كاين واحد الفيديو اخر ديال هاد البياسة هادي اللي غطلع لكم في الصورة، راني باقي ما لحتوش صراحة، ما عنديش الوقت. كان وصلت واحد الكولي وكنت مبرزط معاها، غنلوحو ان شاء الله من غتوصل النوبة. طبيعة الحال اللي بغاها يخلي لي ميساج في الفيسبوك اللي غيطلع لك هنايا. كما ديما عودناكم الجديد، الناس خدامه، الناس كتشري. هذا ما كان الخوت في الفيديو ديال اليوم باش ما نطولش عليكم. ما تنساوناش بالدعم، بلي لايك بلي جيم وبلي كومونتير باش يبقى يوصلك الجديد. خليناكم في رحمة الله والسلام عليكم. Which one? Huh?